لا أصب، اطمئنوا نحن لا نعادي أحد، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا. نكرر للإخوة، نكرر للإخوة الذين لا يزالون في اللي حصل استهدفونا بقدايف هاون جنب بيت الشيخ صادق الاحمر. ايوه. الساعة يمكن 3 العصر. 3 العصر. نعم. طيب في هناك اخبار تقول انه غالب القمش قرح. لا، في اخبار غالب القمش كان موجود عندنا. أيوة. من المشايخ الواسطة. على اساس انهم وساطة بحل بين الاحمر والرئيس. والرئيس. ها؟ ودخلت الوساطة والضرب ما وقف من من وزارة الداخلية ومن النجدة ومن البيت. يعني اعتدوا على بيت الشيخ بدون سابق انذار. نعم يعني. والوساطة عندنا كانوا. والوساطة عندكم موجودة؟ الوساطة عندنا. طيب في جرحى ولا قتلى ولا؟ نعم نعم، في المكان اللي انا فيه تصوبوا معي 12 شاب. 12 شاب قذايف هاول. طيب والشهداء؟ والشهداء فيه قدهم 3 شهداء. 3 شهداء. نعم. في اخبار انه محمد سنان ابو لحوم استشهد. والله ما ادري، لا هو بعدنا الان احنا انقلنا بالاسعاف وجينا هنا على طول. ان شاء الله بالسلامه. ان شاء الله بالسلامه. ان شاء الله. اسمك يا استاذ؟ اسمي ناجي بن هادي جنيد من قبائل المارب عبيده. حياك حياك. الله يحييك. شكرا جزيلا. يا عطاء يا ملوان يا رجل يا عطاء.